الساعة المشهد الآن لتكتمل الصورة. تحياتنا لكل السادة المستمعين والمستمعات، لقاءنا الإذاعي في هذا العدد الجديد من البرنامج متواصل حتى حدود الواحدة بعد ظهر تو 11:21 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية. موعدنا مع فقرة حديث الساعة مع نعيمة. صباح النور يا نعيمة، أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم ومستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كنتوا. كيفش نقولوا حديث التوانسة اليوم، العائلات اليوم الكلها من كلها حالة استنفار، معناها بخصوص صغارها تعدي في الباك، واللي عنده شكون يكون منه يعدي في الباك ولا حتى في الحمرة. هو ديما امتحان البكالوريا شهاب، حتى ولو أنه عديناه عنا برشا، ديما عنده هكا وقع خاص على قلوبنا، ونبداو نسترجعوا احنا بيدنا اللي عدينا الباك، نسترجعوا كيفاش عدينا الباك ونتذكروا ونقولوا احنا كان صعيب، احنا ما جاناش هكايا، ونرجعوا برشا ذكريات. كما قلت باش نحكيوا على انطلاق اختبارات الدوره الرئيسيه لامتحان شهاده البكالوريا اللي بدات اليوم كيف قلنا بمشاركه اكثر من 140 الف مترشح، وكيف كيف مع الباك وزارة النقل عملت برنامج خاص لتأمين نقل التلاميذ خلال فترة الامتحانات الوطنية. احنا باش نشوفوا استعدادات شركة نقل تونس للحدث هذية، ومع القراية ومع الباك ومع انتهاء السنة الدراسية بالنسبة لسنوات الابتدائي والاعدادي، ثم ظاهرة شهاب ونجم الحقيقة تتعاود كل عام، وظاهرة قديمة هذية ماهيش ظاهرة جديدة. نحكي على ظاهرة تمزيق الكتب وإتلافها حتى ظواهر أخرى، معنى التراشق بالبيض وبالماء في قدام المدارس الابتدائية، ما كانتش يقبل في المدارس الابتدائية لكن تعدت لهم الظاهرة هذه، وفي المعاهد هذه. في المقابل ولات فما مبادرات تدعو انها الكراس هذوما والكتب هذوما يتم تجميعهم باش يتم إعادة رسكلتهم باش يستنفعوا بهم التلامذة السنة الدراسية الجاية. كيف كيف ما نجموش نعديو نهار اليوم من غير ما نحكيو على اليوم الوطني والعالمي للبيئة اللي ينتظم السنة تحت شعار استعادة الأراضي ومكافحة التصحر وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف. وفي موضوعنا اللي يهم اليوم الجانب نقولوا الاجتماعي، باش نتحدثوا على عقود العمل الوهمية. نراو انه شبابنا سواء اللي متحصل على شهادة عليا وإلا حتى العادي يحاول أنه يخرج البرا، يحاول يشوف أفاق في الخارج، بيحاول يبحث كيفاش باش يخرج. فما اللي يخرج عن طريق وكالة التعاون الفني، فما اللي يدبر عقد عمل، فما شكون يتم التحايل عليه وما يوصلش جملة واحدة للوجهة متاعه اللي يحب يمشي لها. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة المشهد الآن حديث الساعة. كما قلنا اليوم تلاميذ البكالوريا بداوا في الامتحان الاولاني، بداوا بالفلسفه. احنا باش نتعرفوا اكثر على قدش من مترشح في السجون حالات خاصه، معنا عبر الهاتف مدير عام الامتحانات بوزاره التربيه سي محمد الميلي. صباح النور. صباح الفل سيدتي الكريمه، ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات الاذاعه الوطنيه. شكرا يا سيدي، مرحبا بك. شكرا سي شهاب. الله يخليك سي محمد. حطنا في الإطار من حيث الأرقام، عدد المشاركين اليوم في اليوم الأول من هذا الحدث المهم اللي تعيشه العائلات التونسية قاطبة. شكرا سيب. تقريبا يعطيك الصحة، هو حدث مهم يهم كل الأسر التونسية بامتياز. تنطلق اليوم كما تعرف الدورة الرئيسية واللي تتمدد على 6 أيام، 5، 6، 7، 10، 11، 12. تقريبا عندنا 140 ألف مترشح قصدوا اليوم إلى مراكزهم من اختبارات الكتابية ل 586 مركز موزعين على كامل دوراب الجمهورية. اليوم اجتازوا في مؤسسات سجنية 15 تلميذ، ومؤسسات صحية عندنا 4 تلامذة اجتازوا الاختبارات في مؤسسات صحية. الاستعدادات كي العادة تعرف تقريبا هي انطلقت منذ مدة، وإحنا على أتم الاستعداد بطبيعة لمواصلة هذا المشوار إلى إن شاء الله إلى نهاية امتحاناتنا الوطنية. تولى 11:26 دقيقة، إلى حد هذه اللحظة ما صارتش بعض التجاوزات يعني تذكر، الأمور ماشية لبس. العملية تقريبا إجراء الامتحان الحقيقة ينجزوا في كنف الهدوء، تلامذة الكل يعديوا
بطبيعه كما كل دوره اذا كان في بعض التلفزيونات من هنا وهناك عمليه غش بطبيعه ثم وسائلنا وقوانيننا بطبيعه نتصدى العمليه دي. احنا كما تعرفوا سبق انا تحدثنا قلنا وزاره التربيه هي وزاره بطبيعه تلعب في دورها التربوي والتطويري، ولكن باش يصر على بطبيعه على الغش باش نصدوا له بطبيعه بترسانتنا من القوانين، وباش بطبيعه يكون عنده بطبيعه باش يسند له عقوبات بطبيعه تاديبيه في الغرض. هو علاش سالتك سي محمد؟ لانه صار فيه لغط اليوم، وفما شكون يقول وانه امتحان الفلسفه خرج على الفيسبوك، وفما شكون يقول وانه لا مش صحيح فوتوشوب، وفما شكون يقول يعني الامر لا يعدو ان يكون سوى كذبه كبرى، ويعني الهدف نتاعه هو التشويش على سير الامتحانات. انت مهم جدا وانه توضح المساله للناس اللي تسمع فينا حقيقه الامر بالضبط. هو الحقيقة فما بين هذا وذاك، فما بطبيعة فما حاجات فوتوشوب صحيح أنا عينتها، فما كثير من اللي يدوروا فيه فوتوشوب بالمعاينة، وهذا نتحمل فيه مسؤوليتي، ولكن بطبيعة الحقيقة كل كيف أنا فما بعض الصفحات اللي هي تنشر بعد أكثر من 30 دقيقة 20 دقيقة الموضوع، وهذا يعني نعتبروه عملية غش، ونتبع في الصفحة هذه مع هيك للدولة وباش نصدوا لها بطبيعة بفضلها بكل قوة بالنسبة لهذه الصفحات عندنا الصفحات هذه، وباش نتعاونوا مع الجهات المعنية. واضح سي محمد. فقط قبل نجم الدين يحب يتفاعل معاك، ولكن قبل نستسمحوا تعرفوا أن وزارة التربية كانت أصدرت بلاغا يمنع ارتداء الكوفية في الامتحانات الوطنية وخاصة امتحان البكالوريا، فيه التزام بهذا الأمر ولا من خلال معاينتكم؟ لا، من خير معاينتنا والأصداء اللي جاتنا من المراكز يعطيهم الصحة الوزاد، ثم التزام كامل بهذا الإجراء اللي اتخذته وزارة التربية، وما يتنافاش إطلاقا مع مساندتنا طبعا المطلقة للقضية الفلسطينية، وهذا موقف رسمي معلن. طبعا طبعا. سي محمد، حبيت نزيد نستوضح منك، قلت اللي صار معناها لقيتوا صفحات بعد أكثر من نصف ساعة من دخول التلامذة للامتحانات، صفحات هذه هل تابعة تلامذة هل تابعة ناس أخرى، والاعتماد الموضوع هذايا في عمليات الغش اللي تم ضبط في سنوات سابقة ناس قاعدين يلقنوا في تلامذة في عمليات غش، هل بديتوا اليوم بشدين؟ أكيد احنا نتابعوا، فما خلية بطبيعة على مستوى وزارة التربية تتابع في العملية هذه، وبالتنسيق الكبير خليني نقول في كل الصفحات وكل التلامذة اللي هم مربوطين بالصفحات هذه تنسيق كبير، وباش تشوفوا بطبيعة باش تم توقيف معناتها بالنسبة إيقاف التلامذة اللي باش يكون مورد بطبيعة على مواصلة الامتحان، وبطبيعة تتبعات بالنسبة للصفحات المشبوهة. صار اليوم هذه حالات اليوم في امتحان الفلسفة الثلاثة سوية ولا الأربع سوية؟ أنا ما قدرت أعطيك توا خاطر أنا مشني بحذاء القاعة واللجنة، ممكن في إن شاء الله في فرصة أخرى نعطيكم أكثر تفاصيل. يعطيك الصحة، احنا نشد على يديك وعلى يدي كل المشتغلين والمتداخلين في القطاع. أنا مرة أخرى بالمناسبة دي الحقيقة أنا عندي كلمة نحب أقولها بالمناسبة دي، أراه أنا ما نحبش الحقيقة، وأنا متأكد كل الناس تسمع فيه فما مجهود كبير متاع دولة، فما مجهود كبير متاع كافة الهياكل، فما استثمار كبير في 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 منظومتنا التربوية التعليمية، الحقيقة ما يزمش يحجب تحجبوا بهالعمليات هنا وهناك واللي هي مقصدها الإرباك بالأساس، وباش نتصدوا لهذا ونطمن أن امتحانات الوطنية محصنة، امتحانات الوطنية تنجموا تعينوها تسير في ظروف عادية جدا، والحقيقة هيك علاش نحب نقول فما مجهود كبير تقوم به الدولة، ما مش يكون بطبيعة تحجب هل ربما هالشيء من هنا وهناك. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، مشكور جدا، تحية ليك وتحية لكل من يساهم في إنجاح هذه الدورة الرئيسية من امتحانات البكالوريا، مشكور جدا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية سي محمد الميلي. وكما وزارة التربية تجندت الامتحان البكالوريا، وزارة النقل هي زادة تجندت للامتحان هذايا، وحطت وضعت برنامج خاص لتأمين نقل التلاميذ خلال فترة الامتحانات الوطنية هذه، ووزيرة المكلفة وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة زعفراني زنزري كانت أسدت تعليماتها إلى الهيكل المعنية بالوزارة والإدارات الجهوية للنقل والمؤسسات العمومية
تحت الإشراف للتجند بكل الإمكانيات المتاحة من أجل تنفيذ البرنامج الخاص بتأمين نقل الممتحنين بمختلف جهات البلاد على الوجه الأكمل. احنا باش نشوفوا شركة نقل تونس استعداداتها للامتحان الوطني هذا. ومعنا عبر الهاتف مديرة الاتصالات والعلاقات الخارجية بشركة نقل تونس حياة الشمطوري. صباح النور. صباح الفل لكم ولكافة مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية. شكرا مرحبا. اليوم تم نقل الممتحنين في ظروف طيب؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله. احنا كما قلت اليوم معناه مع انطلاق الامتحانات البكالوريا في أول نهار. احنا كنا قبل غطر البرمجة راهي ما تصيرش في نهارتها كما تعرف. أكيد. معناها صارت معناها عدة اجتماعات ما بين معناها الهياكل المعنية على مستوى الولايات مستوى المعتمديات اللي تابعين إقليم تونس الكبرى. وتم ضبط برمجة خاصة تاخذ بعين الاعتبار معناها التوقيت والأماكن معناها متاع التنقل. هذاك علاش تم تدعيم العرض الخاص على الخطوط العادية سواء كان بشبكة الحافلات وإلا بالشبكة الحديدية أيضا. وكيف كيف زاد تم الحافلات الخاصة اللي ما تعرف انت في سير الايام ماهوش نفس التوقيت كيف ما ايام الامتحانات البكالوريا. العاده معناها يلزمهم يكونوا 8 معناها ماكسيموم في المراكز الامتحانات. اي تلاميذ البكالوريا يلزمهم يكونوا 7:30 نتاع الصباح. هذاك علاش تم تعديل البرمجه الخاصه بالخطوط الخاصه نتاع الحافلات لفائده التلاميذ المترشحين للمناظره هذه. وكبنا اليوم معناها سواء مسؤولي الشركه سواء معناها اعوان الاستغلال المراقبين المتفقدين الكل كانوا على عين المكان في عدت معناها نقاط مختلفة وأماكن مختلفة من أقليم تونس الكبرى باش يتابعوا للبرز الجهادية باش لضمان حسن السير متاحة. كيف كيف في نفس الإطار هذية قامت شركة نقل بتونس بالنسبة على غرار معناها بتوفير نقل مجاني لمرافقي بعض الفئات الخصوصية. نذكر على سبيل المثال بالنسبة للأولياء وللمرافقين للتلاميذ المترشحين من معهد النور للمكفوفين اللي معناها باش يسمحوا للمرافقين نتاعهم من امتطاء الحافلات استيفة مجانية من حمام لنت البن عروس. حياة حبيت نسلك آخر طبعا هو مش كان اليوم من يوم الانطلاق. أنا نجم الدين العكاري الانطلاق اليوم مش كان اليوم انطلاق الامتحانات في اليوم نهار الاربعاء لكن في بقية أيام الامتحان وأكيد راكم أخذيتوا احتياطات لإمكانية حصول أعطاب بوسائل نقل على الأقل الحافلات بالنسبة لكم أنتم شركة نقل تونس. كيف صار هذايا وهل سجلتوا اليوم مثلا أي إخلالات؟ والله هو الحاجة اللي تنجم ما نعرفش ممكن هذه حاجة كما نعرف وإحنا كنا قبل قرينا وعدينا الإكزامانات والكل. اليوم مثلا بالعكس في ظروف معناها جد مريحة بالنسبة للحافلات كما تعرفوا برشا أولياء خاصة في النهار الأول يحبوا هما يوصلوا معناها أولادهم معناها التلامذة اللي طلعوا خذوا الكيران كانوا معناها بأريحية تامة. التحذير لو مش كان نهار الاولاني يا نجم الدين التحذيرات بالنسبه معناها الامتحانات الوطنيه بصفه عامه معناها تمت البرمجه خاصه وديما عندهم عنايه خاصه الشريحه هذه التلميذيه ولا الطلابيه. مثلا شهر ابريل كيف كيف فما برمجه خاصه باش امن التنقلات التلامذه نتاع البكالوريا من الملاعب معناها من الاماكن نتاعهم للملاعب والمراكبات الرياضيه اللي احتضنت امتحانات الرياضه كيف كيف باكسبور ولا بالتنسيق مع المندوبيات الجهويه للتعليم. نفس الشيء بالنسبه للطلبه راهو انطلقوا زاد في الشهر هذايا في الاجتياز فما العباد اللي بدات تعدي سي معناها الطلبه نتاعنا. وكيف كيف يتم تعديل المواقيت نتاع السفرات الحافلات الخاصه باش نامنوا لهم نقلهم باش يكونوا في المؤسسه الجامعيه معناها في التوقيت الملائم وباش يجتازوا الامتحانات وان شاء الله معناها بالتوفيق ونجاح لوليداتنا كلهم معناها اللي قادمين على الامتحانات الوطنيه هذه. يعطيك الصحة حياة الشمطوري على كل هذه الإيضاحات وبالتوفيق لكم في العمل متاعكم. كانت معنا مديرة الاتصالات والعلاقات الخارجية بشركة نقل تونس حياة الشمطوري. الباك مازال يعدي لكن المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية تقريبا ما توقفتش الدروس. هما توا الابتدائي الإعدادي كمل لكن الابتدائي مازال يعدي والجمعة هذه في الامتحانات الكتابية هو هذا آخر أسبوع ومن بعد باش يرجعوا يتسلموا الأعداد نتاعهم. لكن فما ظاهرة نجم هي قديمة الحقيقة ماهيش جديدة. مش قديمة برشا احنا ما كانش عندنا. والله أنا في عهدي أنا وأنا نسمى كبيرة شوية كمهم خلطت عليها. هي ظاهرة أنه تمزيق الكتب وتمزيق الكرة
الدراسات والا حتى التراشق بالبيض وبالماء وبالفارينه قدام المدارس الاعداديه اللي هي الحقيقه ظاهره مقلقه برشا، وخاصه تمزيق الكتب والكراسات في تعبير يعني هاي انتهت السنه الدراسيه وارتحنا من القراءه وارتحنا من الدروس وكل شيء، لكن الكتب هذيك والكراسات هذيك انت وفيل انتفاع متاعك نجم تكون هي خاصة الكتب بنجم ينتفع بها تلميذ آخر السنة الدراسية القادمة، خاصة كي يبدأ فما تلميذ نعرفوا يستحفظوا على دباشهم يستحفظوا على كتبهم، يعني تنجم انت تعطيهم الإنسان آخر باش يعاود يقرأ بهم السنة الدراسية القادمة، هذا في صورة ما تبدلتش معناها المنهج ما تبدلش ولا ما تبدلتش حاجة معناها في الدروس. الظاهرة الأخرى مقلقة برشا الحق، واحد يلقى روحه مروح للدار معناها مبلول وحالته حليلة معناها قلت لك راهو بالعظم معناها شفت الفتره الاخرانيه موجوده خاصه الماء كل عظم سنه لا انا خلطت عليه غالي ولا ما اي والفارينه ماهيش موجوده برشا معناها ما عادش موجوده برشا رجعت اي انا احكي لك كربه منزل نجم نعطيك المواد المفقوده والمواد اللي تاخذها كي ترجع نستغلوها في هم صغار ما يعرفوش مش يقدروا الظواهر ظواهر موجوده لكن جديده وشويه معناها نتاع العقود الاخرانيه ما كانتش قبل خاطر قبل في الى سنوات ماضيه ولا عشريات ماضية كان التلامذة يعطيه الكتب نتاعهم للي ما بعدهم سواء في وسط العائلة بيدا الأخ والأخت يعطيهم أو ولاد عمه أما في الأقارب ولا في الجيران ولا في الحاجة ما كانش التمزيق زادا ندعي وليداتنا باش ما عادش يقطعوا أو شيء يحافظوا عليهم، ثاني حاجة باش ما يلوثوش الناس يشوف عوان التنظيف زادا قداش من كراسة وقداش من كتاب متمزق قداش واحد باش يطبس باش يلم باش يعمل هي العقلية تبدلت هي العقلية تبدلت حتى عند الوالدين للأسف الشديد. أنا نعرفه أنه في العائلة التونسية حتى الكراتب كانوا يتداولوا عليهم الصغيرات، الكتب في العائلة وفيرة العدد كي تبدأ 4 ولا 5 الكتاب يقرأوا به أكثر من تلميذ يستمتعوا به. اليوم الكتاب يتقطع بهذه الطريقة علاش؟ ثم ديما نشوفه حتى في النشاط المجتمع المدني في بداية العام الدراسي تصير فيه دعوات لتجميع الكتب والكرارس لضعاف الحال حتى نتبرعوا بهم والعديد من الجمعيات اللي تعمل على هذا الموضوع. نشوفه الشيء هذا يصير في حرم المؤسسات التربوية ويقع تقطيع الكرارس والكتب، هذا مما يعني ظاهرة دخيلة وما عندها حتى علاقة بالاحتفال، يعني نحتفلوا أنه قطعوا الكتب، لا من المفترض تذكر كراسة الذكريات كانت عندنا كراسة الذكريات. أنا التوى في العمر هذا عندي كراسة الذكريات للابتدائي والثانوي والله التوى عندي وأستاذتي والمعلمين كاتبين لي فيها ملاحظات والكارني زادة كان برشا الناس التوى حتى في اللي بفوت 50 سنة و60 سنة ويقعد عنده الكارني بالضبط في متاع المرحلة علاش نمزقه في الكتب والكراسة الكارنيه تو قلت لك ورقه المره اللي فاتت معاش يقعد معنا هي ورقه بيضاء مطبوعه يعني بالورقه عاديه اكات معناها هو دور الأسرة والأولياء بصفة خاصة اللي يخليه ولادهم يعملوا هكا زادة حتى المدرسين أنا عندي عليهم بعض العتاب ولا بعض اللوم يلزمهم يوعيوا ولادهم من قبل ما تتوقف الدروس وقبل ما يدخلوا في الامتحانات النهائية يقولوا لهم يعملوا حتى ربع ساعة هكا باش يذكرهم يقولوا لهم لا الكتب هذوكم ما نقطعهمش ما نلوحوش باش ما نتعبوش أعوان التنظيف والعوان البلديات اللي في الشارع، وثاني حاجة نخليه أصدقائنا وأصحابنا يقرأوا بهم الكتب هذوما، ثم مثلا اتحاد النظام الاجتماعي يقبل في الحاجات كما هذو مش يعيد توزيعهم. ريت أنا الأيامات هذوما زاد بعض جمعيات مكونات المجتمع المدني دعات وتحت برشا شعارات للتلامذة باش يخليوا صحيح ممكن دعات مؤخر شوية بعد ما خرجت عملية التمزيق اللي هي في تقريبا أغلب جهات الجمهورية ما نجموش نقولوا كان تاع العاصمة برك في أغلب الجهات الجمهورية كانت هذه مؤخرا إن شاء الله نقفوا باش نتوقوا الظواهر الداخلة هذه الخايبة علينا وكما عديد الظواهر الأخرى كان ما يتحركش المجتمع المدني وما يدفعش وما يحصنش الشبيبة والأطفال خلال المراحل القادمة راهم باش كل مرة جينا ظاهرة قاعدين ناكلوا في المجتمع نتاعهم ونعملوا له في أمراض وعاهات كبيرة برشا اليوم ممكن نجم نصلحوها ونهار آخر قد ما تزيد تتوسع وقد ما الفيروس يكبر قد ما يكون الخطر في العلاج أكبر. وهو والله يتعالج حتى من وجهة نظر اجتماعية بحتة، علاش اليوم تونسي حتى الطفل يعني التلميذ يحاول يتخلص من كل ما يتعلق بانتمائه
للفضاء اللي هو موجود فيه. يعني يكمل العام هذا يقطع الكرانس يقطع الكتب. هي نوع من القطيعة غريب أي. الأمر احنا التوى عنا حاجات تربطنا بالماضي برشا حاجات حلوة تربطنا بالماضي كتب كرارس تصاور حتى نواري بلون قبل يعني مازال نحتفظ بحاجات فيها نوع من الحنين. الجانب هذا النوستالجي ما عندش لصغيراتنا اليوم منبت تحسه وهذا يعالج. نتصور كي يكبر شوية مثلا يولي يحن المدرسة الابتدائية متاعه كي يدخل الليسي ممكن يولي يحن شوية رغم حسيته كما قلت انت الحنين نقص وحتى المشاعر بصفة عامة تغيرت معناها بكل تلويناتها وكل أنواعها. المشاعر والأحاسيس اللي عند الطفل اليوم مهيش كما كانت عند 40 سنة التالي ولا 30 سنة التالي ولا حتى 20 سنة. معناها الأحاسيس والعواطف والمشاعر الكل ما عادش هي بيدها. ما نحكيش على حتى عاطفة ولا حتى وحتى الانتماءات كما كنا تحكي أنت حتى في وسط عائلته تصير نوع من الانبتات ومحاولة الخروج والابتعاد من كل ما هو يشده. وأيضا راو زادة حرام يعني حرام وعيب وأنه إنسان مستحق وعائلات مستحقة لكتب وكرارس تشوف وأنه الكرارس والكتب اللي هي مستحقتهم يقع تمزيقهم. يعني هذا ما أنه راو نقوله التونسي لتونسي رحمة راو نقولها بالفم والملا مش كلام يعني ما نتشدقوش بالشعارات. الكتب والكرارس اللي يقع تمزيقها راي فما ناس محتاجتها يعني من باب أولى وأحرى وأنه العائلة تمشي للعائلات المستحقتهم. نعرف أنه بعض الكتب اللي فيه إصلاح كما حكينا وياك في الكواليس من بكري وما نجموش نستغلوهم ولكن فما كتب نجمو نستغلوهم يعني ما نكتبوش فيهم. وعلى ذلك احنا نذكر شهيب من قبل أمي تقول لي ما حافظ عليه ما إيه على الحرف ما نحاول ما تطبقوش بالضبط. معناها من اللي يبدأ العام لنياخر العام وكي تجي تحط لك كتاب في الكرتابة حطه معناها بالسياسة باش ما يتقطعش ما يتطبقش ما يتعاوش كيوف العام يقعد الكتاب صحيح توا معناها تلقاه توا ربي ساعات يعرضك معناها بالحق يعرضك تلميذ صغير حاط الكتاب نتاعه في مكتوبه من تيلي هكا ملوي هكا واحد والكراسة يمشي يقرا الكراسة وستيلو كراسة وستيلو لويهم هكا تيحل من القدر نتاعهم والله تغيظني انا الحق. هو كانت نحن قبل كانت تذكر كانت اعداد تسند على نظافة الكراس وعلى التغليف ما زالت ولا ما زالتش ما نعرفش. هو تغيرت السلوكيات هذه وحتى برشا مناهج وبرشا نصايح كان يقوم بها المدرس اتنحات ولا تخلاوا عليهم قد يكون من طول البرنامج وقد يكون من أشياء أخرى من تحولات حتى في علاقة المربي هو مدرس أكثر منه مربي. ميساش خلينا نخمو احنا في المادة التضامني في الناس المستحقة إن شاء الله إن شاء الله على فلوس بالدعم راو هذوما. هو راو انت حكيت على جمعيات باش تلم الكتب فما جمعيات أخرى تلمهم حتى وهما مقطعين الكتب ويعاودوا يرسكلوهم من الأول وجديد يستخدمون في حاجة كنا نعرف واحنا الورق قديش الأسعار متاعه وقديش دولة تحط للدعم من نزل الكتاب المدرسي والكراس المدرسي يراو مبالغ كبيرة برشا نهدروها هكا في الشارع. ضروري من تنظيف العقليات إلى جانب نظافة البيئة نعيمة. أكيد جدا كي نحكيو على نظافة عقليات ونظافة البيئة ما نجموش ما نحكيوش على اليوم الوطني والعالمي للبيئة اللي ينتظم اليوم تحت شعار استعادة الأراضي ومكافحة التصحر وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف. اليوم هذايا أنشأته الجمعية العامة الأمم المتحدة عام 73 واللي يعتبر حدث دولي يركز على البيئة بالتنسيق من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. هو اليوم الوطني واليوم العالمي للبيئة احنا خاصة في التسعينات القرن الماضي شفنا أوج الاهتمام بالبيئة والمحافظة على البيئة ونوادي البيئة والمجسمات متاع البيئة ولبيب كان تذكروه كان قبل التلميذ هو اللي يوحي والديه أكثر منه مثلا كي تبدأ في السيارة باش ما تلوحش باكو ولا ما تلوحش ورقة ولا في الشارع ولا حاجة يقولك لا عيب ويبدأ يشد فيك لا بابا لا ما تعملش كذا ولا تعملش كذا في لحظات السهم متاع الأولياء ساعات هو الصغير اللي يعمل. اليوم الموضوع هذايا الموضوع متاع الصحراء وزحف الصحراء احنا مثلا في تونس والجفاف قاعدين نعانيو فيهم وثم مجهودات كبيرة تقوم بها الهياكل والجهات الرسمية. ايضا كان نشوف وراه في الجنوب ساعات الصحراء تتقدم حتى للطرقات وساعات الناس حتى للديار نتاعهم تتغطى راهو بالرمل وغيرها. هذه
ثم تفكير في الصحراء التونسية، وثم جهود وثم مليارات يتم رصدها سنويا لمقاومة زحف الصحراء، وحتى رأوا في المدن ساعات نشوفوها رأوا قاعد ثم تقدم كبير برشا رغم كما قلنا الجهود. الجفاف أيضا عندنا عديد الإشكاليات، خاصة في التغيرات المناخية اللي ضربت تونس ونقص التساقطات اللي قاعدة تصير توا 5 سنين ولا 6 سنين قاعدين أقل من معدلات العادية، لكن هنا قاعدين نلقى ونحاولوا. والبارح رئيس الجمهورية تحدث مع وزير الفلاحة على الحلول البديلة للمياه وتحلية المياه ومحاولة استغلال المياه العميقة خاصة في الصحراء، وبرش حديث عليها. وحبيت نذكر من خلالك نجم الدين أنه اليوم ضيفنا في فقرة الملف في علاقة مش بعيدة علي نحكي وفيه بش يكون سي نبيل المختار رئيس مصلحة تهيئة وتجهيز الشواطئ بوكالة حماية وتهيئة شريط ساحلي، مهم جدا خاصة في مثل هذه الفترة ونحكي على العناية بشواطئنا اللي هي قبلة المصطفين التوانسة وغير التوانسة بطبيعة الحال. نمشيو لآخر مواضيعنا نعيمة. آخر مواضيعنا اليوم هو متعلق بالشغل والتشغيل، نحكي على عقود العمل الوهمية. نعرفوا أنه الشباب سواء متحصل على إجازة ولا شهادة وإلا حتى ما عنده شهادة تكوين مهني وإلا حتى ما عندوش حتى شهادة، يحاول أنه باش يحسن من وضعه المادي، يحاول أنه يخرج البرة بلغتنا نحن، يحاول أنه يلقى عقود عمل البرة باش يحسن من وضعه المادي، لكن للأسف يلقى روحه ضحية العقد عمل وهمي. فما اللي يتحايلوا عليه في تونس وما يخرجش من تونس جملة واحدة وفلوسه تمشي، وفما شكون يوصل يخرج البرة لكن يتفاجئ ما يلقاش لا عقد عمل لا شركة تستنى فيه لا إقامة لا حتى شيء، ويلقى روحه وقتها في ورطة شنو باش يعمل، باش يقعد غادي وإلا باش يرجع لتونس. معنا عبر الهاتف سي أحمد المسعودي مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني. صباح النور سي أحمد. أهلا وسهلا، صباح النور. عيش يظهر لي موضوع كبير ذي عقود العمل الوهمية. صحيح صحيح، معناها كما تعرف معنا وزارة التشغيل هي المسؤولة على تنظيم الوساطة الخاصة للتوظيف بالخارج، وإحنا نجم نقوله كون عملنا إطار قانوني في سنة 2010، وعلى ضوء الإطار القانوني ذي نسندو تراخيص لممارسة نشاط التوظيف بالخارج، نشاط بطبيعة توظيف التونسيين بالخارج. إذن هنا كان معناه نقوله كون فما 68 مؤسسة تحصلوا على الترخيص، فيهم 17 مؤسسة معناها سحبوا الترخيص متاعهم، فما من 17 هذوما فما 15 سحبوا بمحض إرادتهم، وفما 2 عاقبناهم احنا كوزارة لأنهم تجاوزوا الشروط القانونية لممارسة نشاط التوظيف بالخارج، من بينها معناها الحصول على أموال من طالبي الشغل، لأنه في الإطار القانوني هذايا ينص كون طالبي الشغل ينتفعوا بخدمات التوظيف بالخارج بصفة مجانية. واحنا عندنا راو ضمان بنكي على كل مؤسسة تتحصل على الترخيص، وراو إذا كان طالب الشغل معناه يقدم لنا الوثائق اللي تثبت كونه دفع أموال مقابل التوظيف بالخارج، راو نجمو احنا نخصمه من الضمان البنكي ونحوله الأموال للمتضرر. هذه من ناحية، ثم من ناحية ثانية كون تعرف كون معناها احنا عندنا صحية مؤسسات خاصة معناها تنشط بصفة قانونية، ولكن معناها بالتوازي فما عدد من المؤسسات والأشخاص اللي هم ينشطوا بصفة غير قانونية. سيد أحمد بعد إذنك سيد أحمد، سيد أحمد مرحبا بك مرة أخرى، حبيت نتفاعل معك بخصوص النقطة هذه. اليوم اللي يسمع فيني يقول لك وين نلقاو القائمة متاع المؤسسات المرخصة؟ بارك الله فيك، معناها القائمة المؤسسات المرخصة موجودة على موقع الويب في الصفحة الأولى، في الصفحة الأولى موجودة على موقع ويب الخاص بوزارة التشغيل والتكوين المهني، يطلع على فيها القائمة هذه اللي ينشطوا معناها بصفة قانونية، وفما حتى اللي سحبنا لهم الترخيص زادة موجودة في نفس القائمة. سيد أحمد سمحني باش نسألك سؤال آخر يهم هذا، ممكن حتى ثم بعض الشباب التونسي يجيهم عقود شغل معناه ما يمش حتى عن طريق مكاتب الوساطة، يجيهم مباشرة من بعض البلدان العربية، وتحديدا أنا نحكي لك على الظاهرة أكيد وصلت للوزارة هي من قطر مثلا،
يجيهم عقد وياخذوا فيزا عاديه ويسافروا غاديكا، لكن يتم التحايل عليهم وما يلقاوش لا شكون يستقبلهم لا الشركه اللي باش تشغلهم وغيره. موجوده ما نعرفش في قطر هذه موجوده حتى في تركيا لاحظناها معناها الظاهرة هذية، واحنا بصدد المتابعه نتاع المؤسسات والاشخاص اللي تقوم بالوساطة في المجال هذية وهي مصدر عقود وهمية احنا قاعدين نتبع فيهم، واللي فما معناها اولا معناها نسقنا مع السلطات الجوية باش يتم غلق المقرات نتاع المؤسسات هذية، ثم اثنين معناها نرفع زادة شكيات للنيابة العمومية ضد الاشخاص اللي يقوموا بالتحيل على طالبي الشغل بعقود وهمية ولا ابتزازهم ساعات معناها ابتزاز طالبي الشغل باش يدفعوا اموال معناها هامه لتوظيفهم بالخارج. وفما معناها حدث زاده شاهدناه كونك حتى معناها تغيير في طبيعه عقود العمل معناها هو سواء في من ناحيه الامتيازات او من ناحيه موطن الشغل معناها هذه كل شاهدناه، ولكن هذه متاتيه خاصه المؤسسات الغير مرخص لها معناها نجم نقول لك 9 مش حتى مؤسسات سيد احمد، احنا اليوم نحكيو حتى اليوم سامحني سيد احمد مش حتى مؤسسات ما وصلناش غادي اشخاص ومؤسسات لا نحكيو حتى على التحيل احنا قضائيا راهو نتبعوا فيهم نحكيو على التحيل الشكايات راهو للنيابه العموميه وفاقت عدد الشكايات تقريبا 35 شكايه للنيابه العموميه. باه اسمعني سيد احمد انا حبيت نوصل بيك حتى راهو اليوم يتحكي فيه برشا وانه التحيل في الواقع وفي المواقع وانت فهمني يعني يعني في بعض الشركات الوهمية اللي يبدا اليوم عندها مقر غدو ما عندهاش حتى اثر ما تلقى لها حتى اثر وايضا التحيل اللي يستغلوا التحيل الرقمي شبكات التواصل الاجتماعي اي بالضبط اللي يستغلوا في المواقع الالكترونية كل ذوما نتبعوا فيهم ورفعنا بهم شكايات للنيابة العمومية عندنا ملف من جميع الأشخاص والمؤسسات الغير مرخص لها خاصة وتقوم بالتحيل على طالبي الشغل رفعنا بهم شكايات سيد احمد ثم معناها فما شكايات تمت معناها اصدار احكام بشانها عندنا ارقام سيد احمد معناها عندنا 35 شكاية قمنا بهم فهمتني وزاد كذلك معناها احنا على مستوى الوزارة خاطر احنا صحيح خطينا خطوة نحو تنظيم هالوساطة الخاصة لكن فما بالحق فما بعض النقائص على مستوى الإطار القانوني الحالي واحنا عملنا مشروع قانون جديد بمشاركة جميع الأطراف المعنية والهيكل المعنية وتوصلنا إلى صياغة مشروع قانون جديد وفي آليات اللي يمكننا باش نحدوا من التجاوزات هذه اللي تقوم بها الأشخاص والمؤسسات تجاه طالبي الشغل وحماية خاصة طالبي الشغل من التجاوزات هذه. من جملة الآليات المشروع القانون هذا باش ينص على إحداث سلك مراقبة وتفقد للأشخاص وللمؤسسات سواء مرخصة ولا ما غير مرخصة هذه هي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية باش يصير فما عقد وساطة ما بين المؤسسة الخاصة للتوظيف بالخارج المرخص لها وطالب الشغل لتحديد حقوق وواجبات الطرفين. ثم كذلك احنا زادة باش نعملوا معناها زادة منصة رقمية للمؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج المرخص لها بالطبيعة والغير مرخصة زادة باش نتبعها عن طريق المرخص هذه عملنا احنا كيدي شارج وباش ننطلقوا في الانجاز نتاعها في افق يعني قريب قريب السنة معناها باش نعملوها يعني لا يتجاوز شهرين في سنة 2024 ان شاء الله تكون جاهزة المنصة هذه. المنصة شنية دور هذه كون باش نوفروا فضاء لطالب الشغل لي معناها اعلام عن التجاوزات اللي حصلت له هذه الحاجة الاولى باش نجموا نتبعوا الاشخاص والمؤسسات اللي قامت بالتجاوزات. الحاجة الثانية باش تلقى معناها الزوز قائمات قائمة المؤسسات المرخص لها وفما قائمة المؤسسات اللي تنشط بصفة غير قانونية هذه نسموها بلاك ليست بلاك ليست. الحاجة الثالثة كون المؤسسات اللي اعطيناها الترخيص تقوم بإدراج جميع عمليات التوظيف اللي قامت بها وتعلمنا زادة بالعروض اللي توصلها يعني اللي توصلها فهمتني وفما كذلك معناها الانسبكتور هذا المتفقد بشيقة معناها الاستوريك متاع كل مؤسسة مثلا واحد شكاب مؤسسة ولا شكينا به للنيابة العمومية ولا قامت به
بتجاوزات هذه الكل باش تلقاه في استوريك متاع كل مؤسسة. هذا يساعدنا على متابعة المؤسسات ونسهلوا مهمة الرقابة والتفقد للمؤسسات الخاصة به. فهمني هذه الحاجة. ثم في ضمن الإطار القانوني هذا الجديد زاد باش تلقى معناها فما قرار زاد باش يصدر الوزير المكلف بالتشغيل لغلق المقرات المؤسسات الغير مرخص لها. ثم كذلك باش نلقى عقوبات توصل إلى 5 سنوات سجن وغرامات مالية توصل إلى 20,000 دينار ضد خاصة المؤسسات الغير مرخص لها، يعني تمارس نشاط والأشخاص اللي يمارسوا نشاط بدون ترخيص، وكذلك اللي يستغلوا في الصفحات والمواقع الإلكترونية. معناها ذي زادة باش يتم حجبهم بالتنسيق مع الهيكل الفنية المعنية. معناها فما خدمة كبيرة إن شاء الله. معناها إذا كان يصدر هذا مشروع القانون هذا باش تكون عندنا الآليات ومعناها اللي ردع المخالفين والمتجاوزين للقانون. ثم ظاهرة أخرى حبيت أن اتصلتوا عليها الضوء كان بالإمكان، هي برشا ناس يغادروا للخارج بعقود قانونية وعادية، لكن عند وصولهم للبلاد المقصودة يتم تغيير طبيعة العمل، وهذا حصلت خاصة بالنسبة للفتيات وغيرها. ما نعرفش من التجاوزات اللي شاهدناها. أي. فما شنية تدخلات نتاعكم للحماية طبيعة العمل؟ فما عقود وهمية، فما ابتزاز طالبي الشغل ومطالبتهم بمبالغ مالية هامة، فما معناها لاحظنا حتى حالات التجار بالأشخاص. هذا هو اللي حبيت نحكي عليه بالضبط. هذه كل باش يتم متابعتهم، راهو حتى اللي قاموا بتجاوزات في السابق ويظهر القانون هذا جديد، راهو باش يشملهم العقوبات هذه، باش تشملهم وباش نتبعهم. فهمتني؟ وكيكونوا أجانب هم اللي قاموا بالتجاوزات ومتحسنين في الخارج. عن ما تدين إذا كان أجانب الحقيقة ما لاحظناش تجاوزات من الأجانب لحد الآن على مستوى الوزارة. ومش هتكونش تجاوزات اللي قوموا بهم، أنا قلت لك 98% هي أشخاص ومؤسسات غير مرخص لها. وهم توانسة. واضح. يعني هوني احنا سيد احمد نقولوا لطالبي الشغل اللي يحبوا يخرجوا لبرا قبل ما يصبوا في اي مكتب موجود دوسييتهم ويطالبوا يدخلوا على صفحتكم ويتاكدوا انه المؤسسه هذيك موجوده باش ما يتعرضش للتحايل حتى عن طريق الهاتف، ونجم نرشدهم ونأطرهم ونرافقهم. وكذلك عندنا احنا الوكيل الوطني للتشغيل والعمل المستقل عنده سيت ويب للتشغيل بالخارج، يعني تي انترناسيونال، ينجم الطالب الشغل يدخل للسيت ويب نتاع نيتي، يسجل روحه في السيت، يحط يدرج السيرة الذاتية نتاعه ويترشح للعروض الموجودة، وينجم يتحصل على عقد شغل بصفة مجانية إن شاء الله. يعيشك يا سيد أحمد على كل التوضيحات والإيضاحات هذه. يفضلك سيدي. يعيشك. كان معنا سيد أحمد المسعودي مدير عام التوظيف بالخارج والولايات العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني. ومهم جدا وأن نوضح مثل هذه النقاط حتى يعرف التونسي اليوم وين يتظلم بالضبط. ومهمة جدا المنصة اللي قال سيد أحمد وأنه باش تكون حاضرة في فوق 2024 بعد قليل. كوثر العرقوبي في تأمين موجز. الأنباء نعود نرجع بعد الموجز. المشهد الآن. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية على الـ FM وعلى